لك يا ام فرحان وين كان؟ لك وينك يا ام فرحان؟ وين المناشف؟ وينهم؟ ولا هيك من طيرس وما بيهمنا؟ قاعد يا عم تلعي انت وبنتك وكنتك. يلا يلا ابن عمي، ان شاء الله ما تاخذني، سامحني. يلا بوظت، متت من بردي هون بالحمام، وانتو بتنقص لسان على الثرثرة. مو طيب الشاي، مين عامل الشاي؟ فرحان مين عامل الشاي؟ مو طيبة. أنا عمي، ليش شبهها ولا ممصرة لا بالشاي ولا بالسكر؟ لا، هاي الشاي مو طيبة. بعدين شو صاير لك أنت؟ لمن إجيتي لعنا وانضرب على قلبه فرحان وتجوزك ما شاء الله حولك، كنت تعملي شاي ما في أحلى منها. هلا هات إيدك والحقني، يلا ليك تعي ذوقيها. شو؟ وين يلا السلامة؟ رايح الطبطب لها؟ مرتك ما عاد عم تعرف تعمل كاسة شاي. الرجال يخزي العين. لو طبطب لها، يلا. لك شبك يا رجال شبك؟ ليش هيك عم تكسر بخاطرها وخاطر ابنك؟ شو صاير لك؟ حبيبتي انتو صايرين كلياتكم عجينة وحدة، عجينة وحدة ضدي، إيه نعم ضدي، بس هي تربيتك. تربيتك يا خانم، صاير نار وبارود، انت عم تكره اولادك فيك. لك شو صاير لك؟ روحي من وشي، روحي من وشي، عم قلك روحي من وشي. غيداء يا غيداء، وينك يا غيداء؟ تعي ساوي لي شاي. وهلا شو بدك تعملي يا ام فرحان؟ والله قصتك بتحط العقل بالكف. والله ما بعرف، والله ما بعرف يا ام سعيد، حجن، حاسه حالي رح اجن، مشان هيك اجيت لعندك، لاقي لي حل. لك يا ام فرحان، رجال كان عقله معه وعين الله عليه، فجأة طق عقله، برأيك شو بده؟ شو بده؟ جوزيه وحدة صبية، ترتاحي من عصبيته وبيرتاح راسك. لك يا ام سعيد، هلا بعد الكبرة جبة حمراء. شو هالتخبيص اللي عم بسمعه هاد؟ شو جوزه ما جوزه؟ لك طول بالك، هيك ام سعيد اقترحت علي. حكي بعضي. هي وحده ما بترد لك الخير مرت عمي. مره رفيقتي الدريه قالت لي انه في وحده شوزت جوزها، اما من كتر ما فاعه وضاع. هلا انت من كل عقلك عم تحكي هالحكي؟ دخليك؟ كان بعد جواز؟ اللي صار ما في اروق منه مثل السكره. قولي هلا بجوزه قبل بكره. مرت عمي، انت عم تجيبي الدبله كرمك ها؟ مظبوط كلام مدام. خلصي ستي عليك. ما شاء الله ما شاء الله، الكل مجتمعين. يا الله يلعي قلبكم، شو عم تحكوا؟ شو عم تسرسلوا؟ شو عم تسرسلوا؟ لك بناموا فيه بشوفكم مجتمعين، بروحوا بيجي بشوفكم مجتمعين. لا تقولي لي ما طبختوا. يا ابي نحن مانا مجتمعين، امي واختي هن المجتمعين. بس انا ما لا 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 لك طبخنا لك وعم نطبخ لك احلى طبخه. يلا 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 ليكني رايح. هو انت شو حلزونتي؟ بدك تساعدي امك؟ كان عيوني. لقيت لك بنت صبيه وارمله وما عندها ولاد وراح تطق على ما تتجوز. هلا قدرتي درتي وما لقيتي لي غير ارمله. لك ايه ارمله، بس لا تنسي عندها بيت بيقدر جوزك يسكن عنده. يي اذا هيك كتر الف خيرك، مهم ارتاح منه. المهم هلا انت فاتحتي بالموضوع. الله وكيلك يا ابن عمي، انا هالقصة على قلبي احلى من العسل. شايف مرت عمي شو بتحبك؟ اي والله فضلتك على حالك. اي والله يا يابي، يعني امي عم تضحي كرمالك وكرمال سعادتك وكرمال راحتك. تخيل انه هي عم تجيب ضرها لحالها، لك في مره بتقبل تجيب ضرها لحالها؟ صبيه حلوه وصغيره، هلا هي صحيح ارمله بس مو مختياره مثل امي. ورصاص وليه؟ هلا انتو عم تحكوا عن حقها ولا فاضيين وعم تلعبوا بعقلي؟ قولوا لي عم تحكوا عن حقها؟ لا يا ابن عمي الله يخليك،
إذا مالك مصدق هلأ أنا رح أحمل حالي وروح لعند أم سعيد ونطلب لك إياها رسمي. أنت بس وافق. وافق يا أبي وافق. اسمع مننا يا أبي وافق، القصة ما بتتفكير بالمرة. إيه عمي. لا إذا أنتم مجتمعين ورأيكم إنه أتجوز نتجوز. أنا ما بخالف الجماعة، أنا مع الجماعة. إن شاء الله ألف مبروك. مبروك يا أبي. مبروك يا أنت وخير. وهي زلغوطة. ورجينا هالضحكة يا أبي. وافقت وافقت. إن شاء الله ألف مبروك. مبروك. بعت لك لهنا. شو حكياتك زراف يا ابو فرحان؟ انت لميك اللي نغيل قلبه انا نغيله. بتعرف شو؟ نياله درتي فيك، نيالن اولادك فيك. لك انا مستغربه كيف انه درتي قدرت تتخلى هيك عن جوهرة مثلها. بعت لهم حمى، بعت لهم حمى واسمي جاجل ماله دواء. لا لا، هني كانوا يعصبوني، بشوفوني رايق ومصطهج ومروق هيك وعم تخيل شغلات حلوه كثير، فجأة الواحد منهم بينكشني، بصير مثل الدبور المغبر. ما بعرف شو اسوي، بيعصبوني. والله العظيم ما إلهم حق. ليش؟ لا، لما أنا كنت شاب كنت شغيل كثير، من شغلي لبيتي ومن بيتي لشغلي، كل شيء كان حوالي رايق. بس لما قعدت بالبيت ما عرفوا شلون يتصرفوا معي، وأنا صاحب خيال ما بقدر أعيش بدون ما يكون خيال. عم يشتغل تقبرني ليكك. أنت معي رايق ومستهج وهني وما في منها. معناها العلة مو فيك، العلة فيهم تقبرني. هنن ما كانوا يفهموا عليك. ايه ما هم يفهموا علي. مين؟ ابن عمي رح شوف مين. ايه انطرني. بعت لكم واسمي الشاهد ما له دواء. لا لحقيني.